بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 62. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا مع الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقف بنا الحديث عند قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا نهي من الله سبحانه وتعالى للمعتكفين في المساجد عن مباشرة النساء، وهو مستثنى من قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أن هذا في حق غير المعتكفين، وأما المعتكفون فإنهم منهيون عن مباشرة النساء مدة الاعتكاف. ولا تباشروهن، هذا يشمل المباشرة باللمس والتقبيل، ويشمل الجماع، فالمعتكف منهي عن مباشرة زوجته مدة اعتكافه، لا بلمس ولا بتقبيل ولا بما هو أعظم من ذلك وهو الاستمتاع. ولا مانع من أن زوجته تدخل عليه في المعتكف وتحادثه وتأتي له بالحوائج، كما كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلن عليه في المعتكف ويتحدثن معه، فإذا انصرفت إحداهن قام صلى الله عليه وسلم يشيعها إلى بيتها. وإنما الممنوع هو الاستمتاع بالزوجة مدة الاعتكاف. والاعتكاف معناه اللبث في المسجد، الاعتكاف معناه اللبث في المسجد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لأجل التفرغ لعبادة الله، هذا هو الاعتكاف الشرعي. اعتكاف المسلمين
أنهم يلبثون في المساجد مدة طويلة أو قصيرة، يذكرون الله سبحانه ويتعبدون بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن، ويتفرغون من الشواغل، ولهذا يقول بعضهم الاعتكاف هو الانقطاع عن الخلائق للاتصال بالخالق، الانقطاع عن الخلائق لأجل الاتصال بالخالق سبحانه وتعالى، وهو عبادة عظيمة، هو عبادة عظيمة، وذكره الله جل وعلا في آيات الصيام، لأن الاعتكاف للصائم أفضل من الاعتكاف لغير الصائم، وليس الصوم شرطا لصحة الاعتكاف، فيجوز أن يعتكف الإنسان وهو غير صائم، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فهو نذر الاعتكاف في الليل، ليلة واحدة، والليل ليس محلا للصيام، فدل على أنه يصح الاعتكاف بدون صيام، ولكن الاعتكاف مع الصيام أفضل. ولا بد أن يكون بنية، لو جلست في المسجد من غير نية الاعتكاف ولو طال جلوسك وأنت لم تنوي الاعتكاف فإن هذا لا يكون اعتكافا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والاعتكاف عمل وعبادة، فلا بد له من النية، فهو اللبث في المسجد بنية، بنية الاعتكاف تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ويشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة، أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة. فالاعتكاف في غير المسجد لا يجوز ولا يصح، فلا بد أن يكون الاعتكاف في المسجد. فلو اعتكف في بيته أو في مكان غير المسجد وقال: أنا أتفرغ للعبادة، نقول: لا، هذا ليس اعتكافا، هذا بدعة. والاعتكاف الذي يمنع من المساجد ويمنع من الصلوات الخمس مع الجماعة، هذا اعتكاف مبتدع غير صحيح. الاعتكاف الذي يعزلك عن المسجد ويعزلك عن
صلاة الجماعة مع المسلمين وصلاة الجمعة هذا اعتكاف باطل وهو بدعة. ولهذا سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار لكنه لا يشهد الجمعة والجماعة فقال هو في النار، هو في النار. وإن كان يقوم الليل ويصوم النهار إذا اعتزل عن المساجد واعتزل عن المسلمين وعن صلاة الجمعة والجماعة فهذا مبتدع وعمله هذا غير مشروع. إذا كان غير مشروع فإنه يأثم به ولا يفيده، ولذلك قال هو في النار. وهذا لا يقال من قبيل الرأي، هذا له حكم الرفع. الاعتكاف في غير المساجد هذا غير مشروع وليس هو الاعتكاف المطلوب، وليس هو اعتكاف المسلمين، وإنما هو اعتكاف المبتدعة. لأن الله جل وعلا يقول وأنتم عاكفون في المساجد، فدل على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد ولم يعتكف في بيته، وإنما اعتكف في المسجد وكان يصلي بالمسلمين الصلوات الخمس يؤم المسلمين، ولم ينعزل عنهم، لم ينعزل عن الجمعة والجماعة. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا يصح الاعتكاف في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة، مسجد مهجور كان أصله مسجدا يصلى فيه ثم ترك انتقل إلى مسجد آخر وصار مهجورا، لا يصح الاعتكاف فيه لأنه لا تقام فيه الجماعة. فهو بين أمرين، إما أن يبقى في معتكفه وينقطع عن الجمعة والجماعة وهذا باطل، وإما أن يخرج للجمعة والجماعة وهذا يتنافى مع الاعتكاف، لأن الاعتكاف هو البقاء في المسجد. إذا كان يخرج في اليوم خمس مرات الصلوات الخمس ويخرج لصلاة الجمعة هذا يتنافى مع الاعتكاف، فلذلك لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد الذي تقام فيه الجماعة صلاة الجماعة. ما هو بلازم يكون جامع تصلى فيه الجمعة، ما هو لازم، إذا كانت تقام فيه الصلوات الخمس هذا يكفي، وإذا اعتكف في الجامع فهذا أحسن. لكن لو اعتكف في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة فقط هذا صحيح ولا بأس، لأن الخروج للجمعة مرة واحدة في الأسبوع وهذا لا يؤثر على اعتكافه. وأنتم عاكفون في المساجد، وقوله تعالى في المساجد هذا يعم جميع المساجد في الأرض، جميع المساجد التي يصلي فيها المسلمون يصح الاعتكاف فيها لعموم هذه الآية وأنتم عاكفون في المساجد.
ولا يختص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى. لا يختص الاعتكاف بهذه المساجد الثلاثة، بل هو يصح في جميع مساجد المسلمين في سائر الأقطار، ولكن إذا اعتكف في أحد المساجد الثلاثة فهو أفضل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف سنة ثابتة بالكتاب، وهي هذه الآية، وبالسنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان، يتحرى ليلة القدر، فلما تبين له أن ليلة القدر في العشر الأواخر انتقل باعتكافه إلى العشر الأواخر، وصار يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. واعتكف أزواجه وصحابته من بعده عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن الاعتكاف ثابت بالسنة وثابت بإجماع المسلمين. المسلمون أجمعوا على مشروعية الاعتكاف. والمعتكف يشتغل بالعبادة، يشتغل بتلاوة القرآن، يشتغل بصلوات النوافل في غير أوقات النهي، يشتغل بذكر الله، بالتسبيح والتهليل والتكبير، وذكر الله عز وجل في جميع الأوقات. ويجوز للمعتكف أن يخرج لحاجته كالوضوء وقضاء الحاجة، يخرج ويقضي حاجته ويتوضأ ويرجع. ويجوز له أن يخرج لإحضار طعامه أو شرابه إذا لم يكن عنده من يحضره له، ولا يتنافى هذا مع اعتكافه، ولا يخرج لغير ذلك، لا يخرج لعيادة مريض، ولا يخرج لتشييع جنازة، وإنما يخرج لهذه الحوائج فقط. يخرج لصلاة الجمعة مثلا إذا كان المسجد الذي هو فيه ليس جامعا صلى فيه الجمعة، يخرج لقضاء حاجته من بول أو غائط، يخرج للوضوء، يخرج لإحضار ما يحتاج إليه من طعام وشراب، وما عدا هذه الأمور إنه لا يخرج لها، وإن كانت عبادات. فمثلا عيادة المريض عبادة سنة، لكن المعتكف لا يخرج لها، لأن ما هو فيه من الاعتكاف يشغله عن ذلك، وما هو فيه أفضل من عيادة المريض. كذلك لا يشهد الجنازة، لكن لو حضرت جنازة في المسجد الذي هو يعتكف فيه إنه يصلي عليها مع المسلمين، ولكن لا يشيعها، لا يخرج معها إلى المقبرة، بل يبقى في معتكفه، ولا يضيع المعتكف وقته بالقيل والقال
والحديث مع الزوار والكلام في أمور الدنيا أو بالبيع والشراء أو غير ذلك يتفرغ للعبادة ويترك الكلام في غير ما هو فيه، إلا الكلام الذي لا بد منه كأن يسأل عن شيء فلا بأس أن يجيب السائل إذا كان هذا السؤال محتاج إليه صاحبه، ألا بأس أن يجيبه وهو معتكف، كمسألة علمية يسأله عنها سائل أو مسألة دنيوية لا تمضي عليه الوقت، يسأله عن أمور دنيوية يحتاج إليها ولا تضيع عليه الوقت، لا بأس. السؤال الخفيف الذي لا تأخذ الإجابة عليه وقتا لا بأس بهذه الأمور اليسيرة، إنما الكلام في أن يضيع وقتا طويلا في أمور الدنيا وأحاديث الدنيا، لأن هذا يتنافى مع ما هو فيه من التفرغ لعبادة الله عز وجل. وهؤلاء الإخوان الذين جاءوا إلى بيت الله، جاءوا إلى المسجد الحرام، ينبغي لهم أن ينتهزوا هذه الفرصة وأن يعتكفوا في المسجد الحرام، ينبغي لهم أن يعتكفوا في المسجد الحرام وأن يغتنموا هذه الفرصة بقاءهم في مكة، يعتكفوا في المسجد الحرام، أو إذا لم يعتكفوا فإنهم يمضون أكثر أوقاتهم بالجلوس في المسجد الحرام لتلاوة القرآن وذكر الله والصلوات الخمس، صلاة الواحدة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة فيما سواه، يحافظون على التردد على المسجد الحرام إذا لم يعتكفوا، يحافظون على تردد إلى المسجد الحرام وحضور الصلوات الخمس في المسجد الحرام والجلوس ما تيسر لهم من الوقت يمضونه في المسجد الحرام، لأنه أفضل البقاع. ولو لم يعتكفوا الاعتكاف المطلوب الذي يبقون فيه الليل والنهار، فكونهم يجلسون فيه معظم النهار هذا فيه خير كثير، وهو اعتكاف. وهنا ننبه على أن بعض الإخوان الوافدين إلى هذه البلاد المباركة يمضون كثيرا من الأوقات في أمور غير مشروعة، بل أمور مبتدعة. فمثلا يقومون بزيارات مبتدعة إلى غار ثور، إلى غار حراء، إلى جبل عرفات، إلى ويغريهم أصحاب السيارات الواقفون على الأبواب زيارة ويغررون بهم، فيذهبون آثمين غير مأجورين لزيارة هذه الأماكن التي لا تشرع زيارتها، يضيعون وقتهم في غير صالحهم. ولو أنهم استفادوا من وقتهم للجلوس في المسجد الحرام في الطواف بالكعبة وتلاوة القرآن والصلوات الخمس مع جماعة المسلمين لكان هذا خيرا لهم وفرصة ثمينة قد لا تتكرر مرة ثانية. العمرة أيضا، العمرة مشروعة،
عبادة، لكن بقاؤك في المسجد الحرام أفضل من الخروج لتأتي بعمرة. وما كان السلف يخرجون من الحرم ليأتوا بعمرة، بل كانوا يبقون في المسجد الحرام وفي الحرم، لأن هذا أفضل من العمرة. فإذا كانت العمرة وهي عبادة الأفضل إن الإنسان لا يخرج إليها، فكيف بالذي يخرج إلى الأماكن التي لا تشرع زيارتها كغار حراء وغار ثور وجبل عرفات وغير ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب إلى هذه الأماكن. نعم، الرسول كان قبل البعثة يذهب إلى غار حراء ويعتزل من قومه الكفار المشركين، يبتعد عنهم ويجلس في غار حراء مدة يعبد الله عز وجل، ونزل عليه الوحي وهو في غار حراء. لكنه بعد البعثة ما كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى هذا الغار، ولو كان ذلك مشروعا أو فيه أجر لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كان الصحابة يذهبون إلى غار حراء ويصعدون جبل النور، يروح عليهم النهار وهم يصعدون وينزلون، ما كان الصحابة يفعلون هذا. فأنت تكلف نفسك صعودا ونزولا ووقتا ما شرعه الله لك، وليس لك فيه أجر بل فيه إثم. وكذلك ما كان يذهب إلى غار ثور، غار ثور إنما اختفى به صلى الله عليه وسلم، اختفى فيه عن المشركين في خروجه للهجرة إلى المدينة، خرج واختفى في غار ثور حتى انقطع الطلب عنه، ثم خرج من الغار وذهب إلى المدينة مهاجرا عليه الصلاة والسلام. وما كان يذهب إليه بعد ذلك، لا قبل ولا بعد، فما الفائدة من الذهاب إلى هذه الأماكن؟ من قال لكم من هذه الأماكن تزار؟ هل وجدتم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وجدتم في هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم أن هذه الأماكن تزار؟ أو وجدتم هذا في كتب الخرافيين والمبتدعة؟ فالواجب على المسلم أن يتبصر لنفسه وأن لا يذهب مع العادات والتقاليد، وأن يسأل أهل العلم ولا يقدم على عمل حتى يسأل أهل العلم، وأهل العلم المستقيمين على السنة. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ربما إن الإنسان يعمل أعمالا تبعده عن الله وهو يظن أنها تقربه إلى الله، لماذا؟ لأنها أعمال لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما شرعها المبتدعة والجهال، وهؤلاء لا ينفعونه ولا ينقذونه من عذاب الله يوم القيامة. الواجب على المسلم أن يتبصر في أمور دينه ولا يقدم على شيء ولو كان الناس يفعلونه، لا يقدم عليه حتى يسأل عنه هل هو مشروع أو غير مشروع. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثم قال جل وعلا: تلك حدود الله. الحدود هي الأشياء التي حددها الله سبحانه وتعالى، وهي الأوامر التي أمر الله جل وعلا بها، أو النواهي التي نهى الله عنها. هذه هي الحدود. حدود الله
أوامره ونواهيه، هذه حدود الله. فالأوامر يقول الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تعتدوا ما أمركم الله به إلى ما لم يشرعه لكم. وأما النواهي الله جل وعلا يقول فلا تقربوها، فالنواهي لا تقرب، وأما الأوامر فلا تتعدى، لأنه جاء في القرآن فلا تعتدوها وجاء في القرآن فلا تقربوها، فما الفرق؟ الفرق أن نقول الأوامر لا تتعدى والنواهي لا تقرب، يعني يترك الوسائل التي توصل إلى الحرام، اترك الوسائل التي توصل وتقرب إلى الوقوع في الحرام، هذا معنى لا تقربوه. هنا يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، أي نواهيه، لأنه قال ولا تباشروهن، هذا نهي ولا لا؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون جد، تلك حدود الله فلا تقربوها، لا تقربوا معاشرة النساء وأنتم معتكفون، لأن هذا يتنافى مع الاعتكاف ويبطل الاعتكاف، فالمعتكف إذا جامع زوجته بطل اعتكافه، فيبتعد عن السبب والوسيلة التي توقعه في الجماع فضلا عن الجماع، لا ينظر إلى زوجته نظر شهوة وهو معتكف، لا يلمسها لمس شهوة وهو معتكف، لأن هذه وسائل تقربه إلى الحرام. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته، مثل هذا البيان الذي بينه الله في هذه الآية يبين الله آياته الأخرى للناس، يبينها للناس، لجميع الناس المسلمين والكفار، الله بين لهم الآيات وأقام عليهم الحجج، كذلك يبين الله آياته للناس. فالقرآن كله مبين وكله تعرف معانيه لمن تعلمها وطلبها، ليس في القرآن شيء لا يعلم، بل القرآن كله يمكن أن يعلم لمن تعلم وتدبر وتفكر، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، لعلهم، هذا ترجي، رجاء أن يتقوا المحارم، أن يعملوا الوقاية بينهم وبين عذاب الله. التقوى في اللغة هي اتخاذ الوقاية بينك وبين ما تخاف، تتخذ وقاية بينك وبين الشوك، تتخذ وقاية بينك وبين الرمضة، تتخذ وقاية بينك وبين البرد والحر، تتخذ وقاية بينك وبين السلاح، سلاح العدو، هذا التقوى لغة. أما التقوى شرعا فهي فعل أوامر الله وترك ما نهى الله عنه، لأن هذا هو الذي يقيك من النار ويقيك من عذاب الله، فلا يقيك من عذاب الله ولا يقيك من النار إلا فعل الطاعات وترك المحرمات، هذا هو الذي يقيك من عذاب الله يوم القيامة. ولهذا يقول السلف التقوى، يقول السلف الصالح التقوى معناها أن تفعل ما أمرك الله به
ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهاك الله عنه تخاف من عقاب الله. أن تفعل ما أمرك الله به ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله تخاف من عقاب الله. هذه هي التقوى. فإذا فعلت أوامر الله وتركت ما نهى الله عنه فقد وقيت نفسك من النار، وبدون ذلك فلا يقيك شيء من عذاب الله أبدا، لا تقيك الحصون ولا الدروع ولا الجنود ولا الثياب، لا يقيك من عذاب الله يوم القيامة إلا العمل الصالح. العمل الصالح هو الذي يقيك من عذاب الله يوم القيامة. فاعمل ما دمت على قيد الحياة، اعمل الأعمال الصالحة واترك الأعمال السيئة، وتب من الله وتب إلى الله من الذنوب والخطايا. هذه هي التقوى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأسئلة كثيرة تدور حول أحكام الاعتكاف. السؤال الأول: هل يجوز أثناء الاعتكاف الخروج من المسجد لقضاء بعض الأشياء كشراء شيء، وما هي مدة الاعتكاف؟ أما مدة الاعتكاف ليس لها حد، تعتكف وقت طويل أو وقت قصير لا بأس، ليس له حد، ولكن كلما طال الاعتكاف فهو أفضل. وأما الخروج فنحن وضحناه، لكن يمكن السائل ما حضر، وضحنا أنه ما يجوز للمعتكف أن يخرج إلا لما لا بد له منه، كقضاء حاجته للبول والغائط والوضوء وإحضار الطعام والشراب له إذا لم يكن عنده من يحضره، والخروج لصلاة الجمعة إذا كان المسجد الذي هو معتكف فيه لا تقام فيه صلاة الجمعة. نعم. يقول السائل: هل الفاكس يفطر؟ لا يفطر الفاكس اللي هو الدهون، لا يفطر إذا دهنت جلدك أو دهنت، لكن لا تقصد شمه في أنفك، لا تقصد أن تشمه بأنفك، أما إذا تدهنت به في جسمك فلا بأس بذلك. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف الخروج لأمر هام مثل الذهاب لحجز تذكرة الطائرة؟ الحجز بإمكانه يوكل واحد، ينوب واحد ويحجز له، ما هو ضروري أنه يطلع هو، يوكل واحد من إخوانه ولو بالأجرة ولو يواجر واحد يروح ويحجز له. والحجز اليوم الحمد لله متيسر بالتلفون بالجوال، بالتلفون تتصل على الحجز وتحجز وانت في معتكف. نعم. هل يجوز للمعتكف ان يقوم بالاعمال الخيريه كتوزيع وغير ذلك وتفطير الناس في المسجد؟ لا مانع، المسجد لا مانع انه يوزع الفطور على الناس ويوزع الماء على الناس، لان هذا عباده وهو في المسجد فلا باس بذلك. أما أنه يخرج يوزع خارج المسجد لا. نعم. يقول: أريد أن أعتكف لمدة يوم واحد، فمتى يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي في ذلك اليوم؟ يبدأ من طلوع الفجر، تدخل المعتكف قبل طلوع الفجر وتخرج بعد غروب الشمس، تخرج بعد غروب الشمس. نعم. هل يجوز للمعتكف الغسل وتغيير الملابس وما شابه ذلك؟ في معتكفه يغتسل في معتكفه ويغير الملابس في معتكفه. نعم. أحسن الله إليكم.
فضيلة الشيخ، كثيرا كثير من الأسئلة مصدرة بقوله إنا نحبك في الله. نعم. قالوا ما قول سادة العلماء في بلد كثرة تعدد الجماعات الإسلامية كجماعة التبليغ وجماعة الإخوان وغيرها من الجماعات، وكل جماعة تقول أنها تسلك منهج السلف الصالح حتى يحار الإنسان ولا يدري إلى أين يتجه، فما حكم هذه الجماعات وكيف أعرف أهل الحق؟ أفيدون أفادكم الله ونفع بكم المسلمين. الله جل وعلا نهانا عن التفرق، فقال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال سبحانه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وإذا حصل اختلاف في الرأي أو اختلاف في الخصومات في الأموال، الاختلاف يحصل بلا شك أنه يحصل والنزاع يحصل، ولكن يجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لحسم النزاع. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا حصل اختلاف بين الجماعات أو بين الأفراد فالواجب أنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذوا به وما خالف الكتاب والسنة تركوه إذا كانوا يؤمنون بالله عز وجل. أما إن كانوا يؤمنون بالأهواء والرغبات فهؤلاء لا شأن لنا بهم، اللي يريد الحق ويريد الصواب يرجع إلى الكتاب والسنة، ولا تعصب ولا هوى، وإنما القصد هو معرفة الحق، فمن اتضح معه الحق اتبعناه ومن اتضح أنه على غير حق تركناه. هذا هو الواجب على الجماعات وعلى الأفراد، كما أنه يجب الإصلاح أيضا، يجب على الدعاة إلى الله وعلى العلماء أن يصلحوا بين هذه الطوائف وهذه الفرق. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالواجب الإصلاح، فإن الذي يقبل الإصلاح الحمد لله، والذي لا يقبل الإصلاح نتركه ونرفضه. والحق واضح ولله الحمد، الحق بين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. نحن يا إخوان ليس لنا قدوة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقتدي بفلان وعلان، رئيس الجماعة، رئيس الحزب، رئيس كذا، قدوتنا واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنحن لا نقتدي إلا بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بمن اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يقتدي بالرسول ولا يقبل سنة الرسول وإنما يقبل مذهب فلان ولا منهج فلان فلا مرحبا به، ولا سمع ولا طاعة، ولسنا منه وليس منا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنا تابع لجماعة التبليغ والدعوة ونخرج في كل شهر 3 أيام أو أكثر في المساجد ونبيت ونأكل ونشرب وندعو الناس إلى الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما حكم الدين في ذلك جزاكم الله خيرا؟ هل وجدت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخروج؟ هل وجدت هذا؟ ما في كتاب الله
أنك تخرج 40 يوم أو 4 أشهر أو 6 أشهر، هذا ما هو في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما قلنا، إنه يجب الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فما كان موافقا للكتاب والسنة أخذنا به، وما كان مخالفا تركناه. وأما قوله إنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما رأينا شيء من ذلك، ما رأيناهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما شفنا هذا. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كثر السؤال كذلك عن عدد ركعات صلاة التراويح، وكيف الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة، وبين ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون 20 ركعة. الأمر في هذا واضح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ولكن كيف كانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني ننظر العدد فقط ولا ننظر للصفة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تفطرت قدماه من طول القيام، فمن هو الذي يقوم هذا القيام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قام ليلة وقام معه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، حذيفة الصحابي الجليل قام مع الرسول، فافتتح البقرة ثم ختمها، قرأها كلها، ثم افتتح سورة النساء ومضى حتى أكملها، ثم افتتح سورة آل عمران ومضى حتى أكملها، 3 سور، 5 أجزاء وزيادة في ركعتين. من هو اللي يصلي هذه الصلاة يقرأ 5 أجزاء في ركعتين؟ والركوع مثل القيام، والسجود مثل القيام، من هو الذي يصلي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني بس ناخذ العدد ونترك الصفة. الصحابة لما رأوا أن الناس لا يطيقون قيام الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن حذيفة رضي الله عنه يقول لقد هممت أن أقعد وأتركه، حذيفة قام معه ولم يستطع، قال هممت أن أجلس وأتركه صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما رأوا أن الناس ما يطيقون هذا زادوا في العدد وخففوا في الصفة، زادوا في العدد وخففوا في الصفة، لأن الناس ما يطيقون أكثر من هذا. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من أراد أن يطيل القيام والركوع والسجود فليقلل من العدد مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، ومن أراد أن يخفف القيام والركوع والسجود فليكثر من العدد مثل ما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكله سنة، فعل الرسول سنة وفعل الصحابة سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فإذا صليت صلاة الرسول هذا سنة بلا شك، وإذا صليت صلاة الخلفاء في عهد عمر وعثمان وعلي، إذا صليت صلاة الخلفاء الراشدين فهذا سنة 20 ركعة. الأمر واسع ولله الحمد. أما اللي يقول لا ما يجوز زيادة على 11 ركعة وهذا بدعة، يقولون بدعة، هذا غلط، هذا غلط. إذن يكون أبو بكر، يكون عمر مبتدع، ويكون عثمان وعلي والصحابة والمهاجرون والأنصار مبتدعة على هذا التعبير السيء، نسأل الله العافية. لا، ما هو بدعة، ما هو بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليطول ما شاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتهجد وحده، كان يصلي صلاة الليل وحده، وكان إذا صلى بالناس خفف، حتى إنه إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة
رحمة بأمه، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الإخوان ما عندهم فقه في النصوص، ما عندهم فقه في النصوص، يأخذون الحديث ولا يتفقهون في معناه ولا يقارنون بينه وبين غيره من الأحاديث ولا ينظرون في هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فلذلك وقعوا في هذه المجازفة، وهي قولهم إن الزيادة على 11 ركعة في رمضان بدعة، هذه مجازفة، وهذا معناه أن الصحابة مبتدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هناك جمع من الناس يجلسون قرب باب العمرة ليلا ويقولون يا علي يا علي، ويرددون أقوال فيها طلب الحاجات من الأموات كالحسين بن علي والأولياء كما يسمونهم، ويقولون ذلك بصوت مرتفع، فهل ننكر عليهم وكيف نرد عليهم وجزاكم الله خيرا؟ بلغوا المسؤولين عن الحرم من الهيئات ورئاسة الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، بلغوهم، هم المسؤولون عن الحرم وما يجري فيه، وهم إن شاء الله سيقومون بالواجب. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هي الوسيلة لطلب العلم، وبماذا يبدأ الطالب المبتدئ من الكتب؟ الوسيلة لطلب العلم أن تختار المدرس أولا، تختار المدرس الكفء العالم الذي تستفيد منه، ثم هو يختار لك الكتب التي تدرسها عليه. أما أنك تختار الكتب قبل أن تختار المدرس، الكتب وحدها ما تكفي، حتى لو اخترت كتبا لا تكفي حتى تختار المدرس أولا. وأنا أنصح لكل من يمكنه أن يلتحق بالمعاهد الدينية، معاهد العلمية، وكلية الشريعة، وكلية أصول الدين، كلية اللغة، أنا أنصح طلبة العلم اللي يمكنهم الالتحاق بالدراسة النظامية أن يلتحقوا بها، والذين لا يمكنهم الالتحاق أن يختاروا من المشايخ من عنده علم وعنده استعداد للتدريس، فيطلبون منه أن يدرسهم وأن يجلس لهم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل، ما حكم الاشتغال بسماع الأناشيد في رمضان وإقامة فرقة لذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الأناشيد هذه من شعار الصوفية، الصوفية المبتدعة هم اللي يشتغلون بالأناشيد ويتقربون بها إلى الله، ويجعلونها من الذكر، من ذكر الله. أما أهل السنة فلا يشتغلون بالأناشيد، إنما يشتغلون بتلاوة القرآن وبذكر الله، بالتسبيح والتهليل والتكبير وطلب العلم، هذا شأن أهل السنة والجماعة. أما الصوفية فأذكارهم الأناشيد والترانيم والأنغام وضرب الطبول وغير ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل، هل على من مات في الجهاد حج لأنه لم يحج حجة الفريضة، ومن الأولى بالحج عنه؟ أفيدون جزاكم الله عنا خيرا. الحج لابد منه حتى ولو مات بالجهاد، لابد من الحج، ولله على الناس حج البيت إن استطاع إليه سبيل. فإذا كان له تركة، إذا كان له تركة يحجج عنه من تركته، يقام من يحج عنه ويعطى نفقة الحج من تركته. أما إذا لم يكن له تركة فإنه يحج عنه من يريد الخير ونفع الميت من أقاربه أو غيرهم، من يتبرع له ويحج عنه له أجر عظيم في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول، رجل يبقى في مكة إلى آخر رمضان، فهل يلزمه إخراج زكاة الفطر هنا أو تخرج عليه في بلده؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، يخرجها في البلد الذي يأتي هلال العيد وهو فيه،
إذا ثبت الهلال ليلة العيد فتخرج فطرتك في البلد الذي أنت فيه، في مكة أو في غيرها، إلا أن تكون قد وكلت أولادك أو وكلت أحدا في بلدك يخرجها عنك فلا بأس. إذا كنت وكلت من يخرجها عنك في بلدك فلا بأس، إذا لم توكل أخرجها هنا في البلد الذي يوافيك العيد وأنت فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لبس الخاتم والساعة من محظورات الإحرام؟ لا، يجوز للمحرم يلبس الساعة لأنه يحتاج إليها، مثل ما يجوز له لبس الكمر والحزام لحاجته كذلك لبس الساعة لأنه يحتاج إليها لمعرفة الوقت ومعرفة أوقات الصلاة، والخاتم كذلك يحتاجه الإنسان خصوصا إذا كان فيه اسمه، ثوب فيه اسمه يحتاجه، والخاتم ليس من المخيط يجوز لبسه للمحرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الذهاب للعرافين جائز؟ وماذا ترد على من يقول: لا سبيل للعلاج إلا ذلك للاضطرار، أفيدونا مأجورين؟ أنا ما أقول، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. لا يجوز الذهاب إلى الكهان ولا إلى العرافين ولا إلى السحرة ولا إلى المخرفين، ولا العلاج ولله الحمد موجود في القرآن وموجود في الأدوية المباحة، ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه جهله من جهل. قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: تداووا ولا تداووا بحرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. جعل الله من الأدوية والشفاء ما يغنينا عن الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فهل هذه في الفريضة فقط أم أي صلاة؟ وهل تضاعف كذلك الأعمال الصالحة في الحرم؟ هذا في الفريضة، صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة في الفريضة هذا، وأما النوافل وأما الطاعات الأخرى فهي تضاعف أيضا، لأن الصلاة، لأن العبادات في المسجد الحرام أفضل من العبادات في غيره، لكنها لا تبلغ ما تبلغه الفريضة 100,000 صلاة، هذا خاص بالفريضة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم هذه الكتيبات الصغيرة التي تباع أمام المسجد الحرام بعنوان مناسك الحج والعمرة، مع العلم أن فيها تخصيص بعض الأدعية في كل شوط مع إقام 2 ركعات في الحجر؟ هذه الكتيبات الأدعية التي فيها ما فيها محذور، الأدعية ما فيها محذور، قرئت وصححت ولا فيها محذور، ولكن الذي يطوف أو يسعى يدعو بما تيسر له، ما هو يدعو من كتاب، يدعو بما تيسر له، أو يقرأ القرآن أو يشتغل بالتسبيح والتهليل والتكبير، فليس بحاجة إلى هذه الكتيبات، بل كونه يدعو هو من نفسه ويختار الأدعية هو هذا أفضل، أفضل له من أنه يقلد كتاب ويقرأ كتاب. وربما أنه جماعة يجتمعون واحد يدعو والباقين يرددون وراه، هذا غير مشروع، لكن ما نقول إن الكتاب هذا إنه فيه محذور، لأن الأدعية التي فيه حسب ما قرأنا ليس فيها محذور، إلا إن كان عثرتم على كتيبات فيها أدعية غير مشروعة لابد أنكم تعرضونها على رئاسة المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سرقت أموال
عينية لا أعلم كم عددها، فكيف أستطيع أن أكفر عن ذلك؟ إن كنت تعرف أصحاب هذه الأموال فلا بد أنك تردها عليهم، تطلب منهم المسامحة، وإن كنت لا تعرفهم ولا تقدر على ردها عليهم فتصدق بها، تصدق بها على نية أن الأجر لأصحابها، نعم، وأن تتخلص منها، نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الضوابط الشرعية في التجارة في العملة؟ الضوابط الشرعية إن كانت العملة من جنس واحد كريال سعودي بريال سعودي فلا بد من أمرين، لا بد من التساوي في المقدار ولا بد من التقابض في المجلس. وأما إذا اختلفت العملة مثل ريال سعودي دولارات أمريكية أو دنانير أو غير ذلك فيجوز التفاضل، ولكن لا بد من التقابض في المجلس، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني تقابض في المجلس، نعم. أحسن الله إليكم. رجل كان يطوف فأنزل منيا وهو يطوف فذهب فاغتسل ثم أعاد الطواف والسعي، فهل عمرته صحيحة؟ إذا كان أعاد الطواف من أوله ثم سعى بعده عمرته صحيحة، أما إذا كان إنه بنى على الأشواط التي حصل فيها الحدث فإن طوافه غير صحيح، الطواف يبطل بانتقاض الوضوء، يبطل بانتقاض الوضوء، فعليه إنه يعيد الطواف ويعيد السعي. أما إذا كان إنه استأنف الطواف من أوله ثم سعى بعده عمرته صحيحة، نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز متابعة الإمام بالمصحف؟ لا، لا ينبغي متابعة الإمام لصلاة التراويح بالمصحف، لأن هذا يشغل المصلي، ينظر بالحروف والآيات، يشغله عن الصلاة، وأيضا يترك سنة قبض اليدين على الصدر، لأنه يقبض المصحف، يمسك المصحف بيد ويترك سنة القبض على الصدر، فوت عليه سنة، فلا يحمل المصحف خلف الإمام، نعم.